هاي، رجعنا لكم. وهالمرة في عنا أخبار حلوة خاصة بالبي دي سي بلس. حفرجيكم مقتطفات عن الإيفنت اللي صار بمصر الفيستيفال، وحنعمل انترفيو مع الفائز بالمركز الأول ببطولة البحرين اللي صارت الجمعة الماضية، كابتن فتحي سلايبخ. So let's go. النيوز اللي حنحكي عنها بالبي دي سي هو فوز جو كولن بالماسترز اللي خلتهم يتأهل على البريمير ليج، وبالبريمير ليج بالنايت 2 وصل ليربح هالنايت بس طلع الثاني خسروا جوني كليتون. والسربرايز اللي صارت انه هالويك اند بالسوبر سيريز ربح التو ايفنتس اللي صاروا نايناتهم، which put him in the lead in the order of merit بالسوبر سيريز. بمصر انتهى الفستيفال واكيد ما حيكون اخر واحد، وحابب سلط الضوء بهذا الفستيفال على الايفنتات اللي انعملت وعن وجود دكتور يحيى عبدالله رئيس الاتحاد شخصيا يشرح ان ديتيلز عن قوانينا للعبة. بأول نهار انعملت بطولة الزوجة اللي ربحوها عبدالله صلاح وجوزيف جمال بالمركز الأول. تاني نهار صار في بطولة الرجال اللي ربحها محمد سمير، بطولة السيدات اللي ربحتها ندى محمود، وصار في بطولة ودية لذوي الهمم اللي ربحها صبري محمد. حلو كيف عم يشملوا الكل بمصر، وناطرين نحن البطولات الرسمية لنسلط الضوء عليها أكثر. كابتن فتحي، أول شيء ألف مبروك البطولة اللي صارت الجمعة الماضية، طلعت الأول و you white washed every player، ما حدا قدر يربح ولا جيم ضدك. الحمد لله، الله يبارك فيك. أولا مساء الخير عليكم جميعا وعليك كابتن شادي، وفرصة سعيدة بالعكس أن احنا نتكلم معك في هذه اللحظة بعد الانتصار، وأنا أدري بكم المتابعين ما شاء الله عليكم كنت تتابع معي بشكل تقريبا شبه يومي، فشكرا جزيلا. الحمد لله توفيق من رب العالمين، والنتيجة صحيحة كانت مؤذية لبعض الأشخاص أحبائي وأصدقائي، لكن الحمد لله توافيت يعني صارت عندي الحمد لله. تمام. لكن لنباشر بأول سؤال، خبرنا عن your experience بهالبطولة والتنظيم كيف كان من قبل الاتحاد. أولا كابتن شادي، أود أن أوجه الشكر الكبير لسمو الشيخ ناصر بن حمد رئيس الاتحاد الرياضي لدعم الغير محدود للرياضة والرياضيين. ثانيا أحب أشكر الأخ منذر البصري على جهوده وكمركزه كرئيس الاتحاد، ثلاثة ألعاب طبعا اللي هي السنوكر والبليارد والدارتس، حاليا صار الدارتس طبعا. ولا أنسى بخصوص توصيل الشكر للأخ راشد الدوسري رئيس اللعبة اللي هي لعبة الدارت، كانوا موجودين والحمد لله حصلنا الدعم اللي كنا نتوقعه منهم. وكما أشكر الرئيس التنفيذي لشركة ألبا اللي تحت الفرصة وعطانا القاعة لمزاولة هواياتنا وطلعنا بالشكل الصحيح والحمد لله. بالنسبة لمشوارك بالدارتس كيف بلشت؟ يعني شو اللي خليك تحبها للعبة؟ والله كابتن شادي هذه قصة طويلة، لكن بداية أكثر أصدقائي لاعبين دارتس للأمانة، يعني أحضر معهم سهرات وأشوفهم يلعبون ويروحون طبعا عندهم الدورات الداخلية والخارجية، كنت مجرد يعني هاو يعني مجرد كداعم مشجع ليس إلا. لين ما تمكنت من نهاية التسعينات إن شاء الله خير، بديت المشوار أقدر أقول حبيت اللعبة. أولاً قبل أشتري أي أقتني دارت والهبورد تعلمت أصول اللعبة، قوانين اللعبة، شروط اللعبة، وأخلاقيات اللعبة. هذه جداً مهمة تفوت على كثير من الناس مع الأسف الشديد، أخلاقيات اللعبة كلها أخلاقيات. بعدين لا ننسى نضيف على هذا النقطة كابتن شادي أن لعبة الدارت لعبة mental not physical purely، فاللي خلاني أحبها إنها لعبة جدا تهدي الأعصاب وتطرد النرفزة اللي في النفس، يعني بالذات أنا كنت أنا أيام العمل يعني كان شغلنا شوية كثير، لكن دائما الضغوطات دائما موجودة،
هذه كانت البداية في 2000 بالضبط، اللي هو 2000 اقتنيت أول دارت لي، وكان فيس 5 في الكلام طبعا. أخذت لي البورد، أخذت البورد نعم، وكنت أكتب السبورة طبعا مانيوال، الحين شوية خليت سكورر وأسهل يعني حق التغيير. هذه كانت البداية في 2000. Okay. From the players in the PDC, who's your favorite player? مين أفضل لاعب عندك؟ وأنت بوقت فراغك بس بدك تتمرن على الدارت، شو ال practices اللي بتمارسهم لتقوي الليفل تبعك؟ طبعاً في الـ PDC كابتن الله يخفى عليك، أنا من المعجبين جداً ببطل العالم 16 times record breaker history maker في التيلر. أكيد. طبعاً كانت في بدايتي وإيريك بيستو بيس اوف هيم سيلف يعني السول. طبعا الحين اللاعبين الحاضرين جدا متفاوت يعني اعجابي بهم للامانه، لكن لحد الان اخلاقيا وكونسستنسي فيل تيلر وجيني كلايتن هم يلعبون باخلاق عاليه جدا، ولا يعني اسيء لبقيه اللاعبين، بالعكس احبهم واشجعهم. لكن المفضل اروح حق اللي اميل. كثير منيح. وبالنسبه للتمارين اللي بتعملهم بالدارتس قبل ما تلعب يور 501 جيمز؟ التمارين سلمك الله طبعا بسيطه، يعني انا للامانه اركز على الهاي فينش او الفينش، مينلي الفينش، هاو تو فينش ذا جيم. الفنش يعني اوكي السكور البورد كبير، يعني ما شاء الله ممكن تصيب اي رقم لكن ما تقدر تصيب الشيك، وهذا شيء يعني فيري امبارسنج يعني. فبديت اول شيء في الميكي ماوس، اللعب الميكي ماوس المنتشره عالميا اصلا معروفه، وتجميع النقاط وعرف شلون اخلص، شلون التريبل وشلون الدبل وشلون السنجل نمبرز والبوزك. لما عرفت الحساب صار عندي كالكوليشن جدا قوي ولله الحمد، من مو من ذي بس، وطبعا الدراسة of course بس شجعني، خلاني أكون دائما alert always alert seeking or taking any opportunities of my opponents doing any mistakes. I will take the chance and this is the chance anyway, it's a chance يعني مثل ما حللها يعني في التيلر في بعض اللقاءات إن كان في الظن خير، إن لعبة الدارت 75% skills 10% is شنو قال lucky and the other 15 is a practice. مظبوط. فأنا أتوقعها صحيحة يعني مو مبالغ فيها. Exactly. Perfect. يعني هي كمان يعني إنه لو ما مشي بهالمنتاليتي ما قدر يربح 16 World Championship يعني. Okay. معلوم معلوم. آخر سؤال لك، ما بعرف إذا معقول أحرجك فيه. بتفكر تنتقل للاحتراف يعني تفوت على عالم البي دي سي، تقدم على كيو سكول، يكون عندنا اول عربي يفوت على البي دي سي مثلا؟ والله استاذ شادي يا طويل العمر، هذه حلم كل واحد يحلمه، كل لاعب دارت انا متاكد ان هذه حلمه. احنا احلامنا يعني ما نقول محدوده، لكن الحمد لله بعد الطفره الحديثه اللي صارت اقتصاديه عندنا في دول العالم كلها، وانا خاصه بالذات عندنا في الخليج، ان الرياضيين صار لهم يعني شان خاص، والحكومه ومتمثله طبعا في جلاله الملك الله يحفظه ومن تحته كل المسؤولين قاموا يولون الرياضه اهتمام، ما يبونها تكون بس داخليه انما متشعبه وتقدر تروح برا. فالدعم ان شاء الله راح يكون موجود، انا هذه اكثر الظن يعني اتوقع ان شاء الله. اما بالنسبه لي انا طال عمرك انا نعم شاركت في مسابقات خارجيه لله الحمد، كانت محدوده في البحرين، بعدين رحنا على الإمارات، لعبنا في عمان، طلعت برا شوية، أنا رحت عمل الجماعة أخواني هني وأصحابي اللي في البحرين، رحت الفلبين، رحت تايلاند، رحت سنغافورة، رحت هولندا. كنت ألعب مجرد هاوي يعني، مجرد أحاول أتعلم على التأقلم في أتموسفير غير الأتموسفير اللي تعودنا على الهدوء. ولعبة الدارت عمرها ما راح تكون هدوء أصلاً، إذا بنشوف إحنا ورانا الجمهور يصرخ ويزعج، اللاعب لازم يكون يعني he has his own world when he's throwing the darts. Exactly. خاصة يعني بنعرف إنه Gervin Price the most hated player يمكن on stage بس بيلعب وstill is world number one هلا.
يمكن من هلا لكن استنى الفيديو حيصير نمبر نمبر 2 حسب شو عم بيصير هلا بالسوبر سيريز. كابتن فتحي ميرسي كثير لوقتك وجود لك ان ذا ريست اوف ذا تورنمنت وان الله راح نشوفك بكؤوس وبطولات اكبر واكبر. اللهم امين. شكرا لك جزيلا وشكرا على مجهودك كابتن شادي ونقدر لك ويعطيك الف صحه وعافيه. اذا في اي خدمه اي شيء ممكن اقدمها لك كتعلي او معلومات او حتى نلعب اونلاين اي دون مايند. بالعكس انا احب اللعبه ومتاكد انك انت مع حاط البورد ورا ظهرك وانا اشوف يعني اوكي يا رب دارت بلاير لفوق. لكن ان شاء الله لنا لقاء او على الاقل نكون يعني اونلاين وان شاء الله نلتقي ليش لا يعني اكيد غريب العاجل ان شاء الله. لا لا ميرسي كثير كابتن. شكرا جزيلا كابتن شكرا يعطيك الصحه والعافيه. وهيك قدرنا نعمل أول انترفيو مع لاعب عربي بلعبة الدارتس. وأكيد بالفيديوهات الجايين حنحكي مع لعيبة أكتر مع رؤساء اتحادات، بس بدي إياكم تساعدوني. يعني أنا هلأ نعرف إنه مصر في نشاطات بالبحرين والإمارات هلأ موقفين نشاطاتهم لأنه في كورونا بعد ما في official tournaments. بالكومنتس تحت بليز قولولي ما بعد في دولة عربية عندها نشاطات دارتس حتى لو ما في اتحاد، بلكي نخليها تنشهر اكثر للدوله تعمل لهم اتحاد. Until next time keep practicing your doubles.